مغتصبات، جمعيات حقوق انسان، زي ما انا قلت احزاب، زي ما انا قلت كل الحاجات دي كلها. يعني ما فيش شيء المجتمع يحتاجه وتؤسس ليه جمعيه غير حكوميه الا بنسميها جمعيه مجتمع مدني. واضح يا شباب؟ ده المقدمه بس، لان احنا انتوا عايزين تتكلموا في المجتمع المدني لوحده ممكن نفرد له محاضرات ان شاء الله. طيب انتوا بعتوا لي ارسلتوا لي بعض الاسئله، انا هجاوب على كل الاسئله دي كلها، وبعدين في اسئله اخرى نتكلم عنها. اول سؤال، دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من اثار كورونا. انا بعت لكم المحاضره والرابط لاخونا اليوم، عشان دي محاضره طولها ساعه موجوده مع علماء مصر، ممكن تستمعوا ليها. لكن من اهم الاشياء اللي ممكن تعملها مؤسسات المجتمع المدني او الجمعيات زي حالكم، التنسيق التنسيق التنسيق. يعني احنا مثلا عندنا في المنتدى الخيري الاسلامي في لندن، اللي هو بتسميه بالانجليزي مسلم تشاريتيز فورم، هو مظله تنسيقيه نسقت ما بين حوالي 20 او 25 جمعيه اسلاميه، بحيث كانت بتاخد منهم المعلومات اين تعملون وماذا تعملون علشان الاخرين يعملوا معهم. فاصبحت هي بس عامل الشبكه دي عشان الكل يعرف هو بيشتغل فين. يعني مثلا ما يكونش فيه كلنا بنشتغل في مدينه كييف وما فيش حد بيشتغل في اي مدينه اخرى، لا، في ناس هيشتغلوا في كييف، ناس هيشتغلوا في مدن اخرى، وحتى في المحافظات الاخرى زي القرم. انتوا اتكلمتوا عن القرم، القرم اعتقد دي محافظه كبيره او منطقه كبيره جدا فيها مدن صغيره وقرى صغيره، مش كلنا هنشتغل في قريه واحده. فالتنسيق مهم جدا، واصبح بالنسبه للعمل الانساني وعمل الاجتماعي وحتى عمل الاقتصادي والعمل السياسي مهم جدا 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 ان ننسق فيه، علشان عدم اهدار جهود وعدم اهدار الاموال. دي نمره واحد في اثناء الكورونا وبعد الكورونا وما قبل الكورونا. السؤال الثاني اللي انتم سالتوه، فاتمنى انكم تخشوا على الرابط اللي انا بقى ارسلته لاخونا اليوم، ماهر ارسله لكم، وتشوفوا الايه دي، لانها محاضره يعني مكتوبه ولمده ساعه. السؤال الثاني اللي انتم سالتوه، كيف نكسب ثقه المتبرعين بالعمل الانساني الخيري؟ لن نكسب ثقه المجتمع الا اذا حققنا بعض الاشياء اللي احنا بنتحدث عنها، يعني نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. ولن نكسب ثقه المتبرع الا اذا كان اعضاء مجلس الاداره هم ناس ليسوا مؤطرين وليسوا ينتمون لاحزاب وليسوا لهم توجهات يعني انفصاليه او حزبيه او سياسيه، بل يعملوا المجتمع عامه. يعني ما يعني في بعض الناس عايزين يسيسموا جمعياتهم، هم حرين هيقول لهم جمهور، لكن المؤسسة التي تضع على رأسها مجلس أمناء أو مجلس إدارة يتعامل مع كافة فعاليات المجتمع، كافة مكونات المجتمع، كافة ثقافات المجتمع، كافة قيم المجتمع وأعراف المجتمع، هي دي المؤسسة اللي هتستمر وتكسب ثقة المتبرع. يبقى احنا بنتكلم في النقطة دي على مجلس الإدارة وبالتالي المجلس التنفيذي. نكسب ثقة المجتمع لما يكون عندنا مشاريع تحقق هذه الحيثيات. يعني مشاريعنا ما تبقاش لفئه معينه او لثقافه معين او لدين معين او لمجموعه معينه او لحزبيه معينه او لفصيل معين او للثالثه او لحزبيه يبقى بنسميها ايه؟ او مذهبيه معينه. واحنا عايشين كاقليه في اوكرانيا، فلابد ان الشعب الاوكراني يشعر، الشعب الاوكراني غير مسلم، يشعر بما نفعل من اجل الوطن الاوكراني. فيكون لنا مشاريع بتاعتنا نعمل فيها في اماكن مختلفه، لكن لنا مشاريع ممتده متواصله بشراكات مع المؤسسات الاوكرانيه الوطنيه الغير مسلمه. ده بيكسبك ثقه المتبرع. ثقه المتبرع بدك تكسبها ايضا بالاداء بتاعك، حسن الاداء، تاريخ الاداء، قيمه الاداء، سمعتك في المجتمع نفسه. يعني كل مجتمع بيعطي سمعة للمؤسسة بناء على ثقة المؤسسة في المجتمع وثقة المجتمع في المؤسسة، وده بيكسب الثقة. لما تروح للمتبرع كده ويكون عندك كل هذه الأشياء موجودة، لو احنا بنعملها يا اخوان ايه، نكتبها كالنقاط، نقاط كيف نكسب ثقة المانحين، سواء كان المانحين دول من المسلمين او من غير المسلمين، من العرب او من غير العرب، الى اخره الى اخره. جزء من كسب الثقه هي ثقه الحكومه اللي احنا بنعمل عنها،
ما علاقتي بالحكومة المحلية اللي على مستوى القرم والحكومة الوطنية اللي على مستوى كييف؟ لابد يكون لها يعني أكون أنا جزء من رؤية الحكومة في العمل المجتمعي في داخل الوطن بتاعي، علشان دي بتخلينا أنا أكتسب ثقة في سفارات موجودة في أوكرانيا وفي مؤسسات اقتصادية موجودة في أوكرانيا، ممكن تصرف بعض الأموال على هذه المؤسسات إن رأت أنك نسيجك المجتمعي ونسيجك التشاركي مع المؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومة والمؤسسات المجتمع المدني الأخرى متكاملة، وأنت بتعمل زي كل اللي هو ألوان قوس قزح ده فيها كل الأطياف اللي عندك. نكسب الثقة لما يكون عندنا معيارية وشفافية، يعني احنا بنقيس كل شيء بمعيار، يعني ما نعملش المشاريع بتاعتنا زي كده هلبولي، يعني بالمصري كده هلبولي، يعني النهارده شيء وبكره شيء، يجي متبرع يقول لك اعمل كده تعمل، ومتبرع ثاني يقول اعمل كده تعمل، لا انت لما تيجي تقدم مشاريعك للناس بعد كده كحصيله تجد ان انت ملخبط، مشروع بيوديك الشمس، مشروع بيوديك القمر، مشروع بيوديك الشمال، مشروع بيوديك الجنوب، ليه؟ لان انت مش محدد لك رؤيه في العمل داخل الوطن. يبقى تحديد الرؤيه، تحديد مجلس اداره، تحديد مجلس امناء، تحديد المشاريع، تحديد التعاون والتكامل والتآزر والتنسيق بيننا وبين الاخرين، وقد ذلك التواصل مع الحكومه ومع المؤسسات الاخرى الغير مسلمه في نفس البلد. فده جزء بسيط في محاضره اسمها كسب الثقه بتاعه المتبرع. دور الشباب، ده السؤال الثالث. دور الشباب بالنسبه لنا دور محوري، شايفين ايه ماشيه كده وقاطع، ها، وبنسميه كمان قاطع راسي وقاطع حتى مش عارف بقى بسموه ايه، يعني محوري اللي هو كده وبعدين قاطع راسي وقاطع افقي وكل القواطع اللي موجوده، ها، افقي قاطع افقي وقاطع عمودي، افقي وراسي ومحوري، نعم. ان شاء الله. فمنظر لمثل هذا، ولو انت بتدرسوا تجربة الإغاثة الإسلامية اللي بدأت من سنة 1984، هي ما بدأتش من 84، هي بدأت من 82. بقضيتين، بقضية صبرا وشتيلة، لما واحد زي حالاتنا بدأ ينظر لقضية المخيم صبرا وشتيلة في لبنان على أنها شيء أفاقته. أنا بعمل الامتحان بتاع الزمالة وانشغلت بتوزيع الأوراق بتاعت مذبحة صبرا وشتيلة عن الامتحان، فسقطت الحمد لله في الامتحان، وده كان جزء من تحويل تفكيري من كوني اكون طبيب الى كوني ابدا اخش في العمل الانساني الى اخره. فدي كانت قضيه محوريه مهمه جدا. والامر الثاني في سنه 82 برضك زيارتي البوسنه، وانا رايح مصر اقضي اجازه، فقلت وانا راجع اعوذ بالله مش هنجيب في مكان كده في اوروبا يكون فيه مسلمين، فبصيت على الخريطه كده، الخريطه بتاعت يوغوسلافيا، لقيت في بعض المساجد، فنزلت في زغرب ونزلت في سراييفو ونزلت في بلغراد، وبدات اتعرف على ان في مسلمين عايشين في المنطقه دي. يعني شوف قضيتين حولوا تفكيري سنتين قبل الاغاثه الاسلاميه، وكان الله سبحانه وتعالى كان يعني يريد ان يجعل مني عامل من عمال الاغاثه في هذا الوقت. تاسيسنا في 84 كان تاسيس بسيط بسيط بسيط، لا بقى في عم جحا ولا عم مش الحاج فلان ولا الشيخ فلان ولا كذا، كلنا طلبه في الجامعه. وكان شريكي في هذا الموضوع شاب فلسطيني عراقي من اصل فلسطيني، كان دكتور احسان شبيب، وكنت انا مع بعض. كان هو راجل ابتسامته طاهره، سريرته نقيه، بصيرته يعني منيره، وانا افتقده الى الان، لان هو اساس نجاح هذه المؤسسه هو سريره وبصيره ونقاء قلب احسان. وكان عنده ابتسامه سحريه لا اراها الا على وجوه الصالحين، وجوه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم ارهم. كنت انا لساني الطويل، وكان هو الرجل اللي بيحفظ المال الى اخره. بدانا من غير شيء، ولا شيء خالص خالص خالص، ولا مكتب ولا بطيخ ولا تسجيل ولا اي حاجه. طبعا الامر دلوقتي مختلف، يعني كان بتكلمك الكلام ده في سنه 84، في يناير 84، الامر ده مختلف دلوقتي، يعني مش زي الاول. حتى فتحنا حساب في البنك، في بنك ناشونال ويست مينستر بنك، يعني من غير اوراق ولا حاجه. دلوقتي عشان تفتح حساب يجيبوا انت اتولدت فين ومت فين واتجوزت مين وهتطلق مين وهتعمل ايه، وتقعد يمكن اربع خمس اشهر قبل ما يفتحوا لك الحساب.
في أول 5 سنوات أو أول 7-8 سنوات كان المحور الأساسي الرئيسي والأفقي والتقاطعي هم الشباب، شباب المدرسة الثانوية وشباب الجامعات، كنا نعتمد عليهم بعض الله سبحانه وتعالى اعتماد كلي 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 كلي. كنا نسهر مع بعض في المركز اللي هو الاجتماعي في مدينة برمنغهام لغاية الساعة 11-12 بالليل، ما كانوش يطلبوا فلوس لأنهم كان شباب عندهم الـ 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 الوقت والعزيمة والقوة والحرارة الإيمان دي بالعمل الجديد ده اللي بدأناه في 84، وكان ما فيش أي مؤسسة إغاثية إنسانية في أوروبا على الإطلاق، وبدأناها حتى باسم كده غريب شوية. فالشباب سواء كان، خلي بالكم يا شباب، ها الشباب اللي هم إناث إناثا، ها إناثا وذكورا، سامعين الكلمة دي؟ إناثا وذكورا، إناثا وذكورا، لأن طبيعة البنت أو طبيعة الفتاة العاطفة الجياشة اللي تستطيع بعاطفتها أن تكون دؤوبة في إخراج العمل في مجال آخر، غير طبيعة الشاب اللي هو القوية اللي فيها الفتوة اللي فيها الخروج اللي فيها كذا اللي فيها كذا. فالاثنين بيتكاملوا مع بعضهم. فلا تنسوا أن النجاح له قائمين أو قاعدتين، قاعدة على الفتيات وقاعدة على الشباب اللي هم الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم صح، لكن عندنا آسيا بنت مزاحم، وعندنا معشطة بنت آلف بنت إيه ابنة فرعون اللي هي أنتوا عارفين قصتها وإلى آخره. فما لما عايزين إنهم فتية، وعندنا إبراهيم كان فتى غلام، وكان إيه إبراهيم كان فتى يذكره يقال له إبراهيم، لكن في نفس الوقت عندنا مريم بنت عمران عليها السلام إلى آخره. عندنا خديجة، أمنا خديجة رضي الله عنها، وعندنا أمنا عائشة، وعندنا كذا وكذا. فشوف المجتمع بتنوازن فيه إزاي ما بين فتوة الشباب والرجال وبين عاطفة وحكمة النساء والفتيات. ده بالنسبة للشباب. السؤال الثالث اللي انتوا سألتوه، السؤال الرابع اللي انتوا سألتوه، كيف نقيم فعالية المشاريع الخيرية المنجزة؟ كيف نقيم؟ ده يعتبر جزء متقدم جدا في العمل. أخونا كان بيتكلم من شوية عن بعض المشاريع اللي بينها خيري وبينها اجتماعي وبينها إغاثي وكذا وكذا وكذا. دعوني أن أنا أتكلم ما هو الفارق ما بين التنمية وما بين العمل الخيري. العمل التنموي مش مشروع، أنا بجيب من الآخر، مش مشروع. العمل التنموي برنامج لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر. داخل هذا البرنامج بتكون فيه قطاعات، قطاع مية مثلا لو دخلنا احنا قرية من القرى، قطاع الصحة، قطاع تعليم، قطاع ثقافي، قطاع السوق اللي هو التجاري إلى آخره. كل هذه القطاعات بيكون داخلها مشاريع. يبقى شوفوا العمل التنموي برنامج، قطاعات، مشاريع لمدة من الزمن 5-10 سنوات أو أكثر أو أقل. فده التنمية، لأن أنت بتخش القرية دي علشان تعمل إيه؟ عشان تغير فيها أساسيات متعارف عليها، وعشان تحل فيها مشاكل. لا تحل مشكلة في 6 أشهر أبدا ولا في سنة أبدا. فالمفروض إحنا لما نروح للمتبرعين في حاجة اسمها مشروع موسمي زي الأضاحي ورمضان وكفالات الأيتام إلى آخره. حتى مشروع الأيتام لابد نحوله إلى مشروع تنموي. بمعنى إيه؟ هل أنا ضامن إن الكفيل ده هيضمن هيكفل هذا الطفل إلى أن يتخرج من الجامعة؟ يبقى لو كنا ضامنين كده يبقى إحنا ده اسمه تنمية، لأن أنا باخد الطفل وعندي ضمان من فضل الله سبحانه وتعالى إن في شخص هيتكفل برعايته، يعني هو الفاندنج يعني إيه المال، فيتعلم الطفل في المرحلة الابتدائية والثانوية والإعدادية إلى أن ينتهي ويصبح مستقل. يبقى احنا إيه؟ ما هوش مجرد مشروع موسمي لليتيم لمدة سنة أو 6 أشهر أو كذا، لكن نقول للمانح أنا عايزك أنت الطفل ده تنميه، معنى إيه؟ من الابتدائي إلى أن يصبح قادرا على الكسب، سواء كانت فتاة أو كان إيه؟ فتى. ممكن بعض الأطفال مش عايزين يكملوا التعليم، عايزين يشتغلوا خلاص هم حرين. يبقى يوم ابتدى يكسب يبقى انا مشروعي انتهى معاه، واصبح هو قادر على الكسب عشان يصرف على نفسه
او يصرف على امه الى اخره. ده بالنسبه للتنميه. لذلك لان اغلب الفلوس اللي بتيجي بتبقى كتل ماليه هي فلوس التنميه. ليه؟ لانها عايزه خطط وعايزه برامج وعايزه مشاريع وعايزه، انا قلت خطط وبرامج ومشاريع. واخد بالك؟ ده اللي هنتكلم فيه. اما المشاريع بقى المسلمين انا اتكلمت عنها اللي هي الشنطه المدرسيه، الاستجابه السريعه لما يحصل في مثلا كارثه زلزال او فيضان او حريق. دي احنا ايه؟ دي زي ما تقولوا فلان نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين. النفر والنفير ده مهم جدا في الاعمال الاغاثيه. جدا 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 ممكن عمل الاغاثه ده يتحول عمل تمام فيما بعد. يعني ممكن نبدا مثلا زي ما احنا نبدا مثلا كان في فيضان. فاستجبنا للفيضان. لان البلد اتدمرت فحولنا العمل الاغاثي الى بعد كده هو مشاريع اعاده بناء البيوت، المدارس، اللي هو التعليم الى اخره، ومكاسنا في القريه اللي حصل فيها فيضان دي الى ان اخرجناها مما كانت فيه. ده ممكن ياخد 5 سنين، مش حاجه ابدا بتتعمل من عشيتنا ولا حاجه. اوعوا تفتكروا يا شباب ان لما تبني بيت ولا بيتين ده مشروع تنموي، ده مجرد مشروع. التنميه هي رفع حاله الواقع المجتمعي من الف الى ب الى ج الى د، ثم اعتماد المجتمع على نفسه في هذه الاماكن. طبعا ده بالنسبه للعمل الخيري والعمل التنموي. السؤال كيف نقيم بقى؟ انتوا سالتوا سؤال يعني اغلب المجتمع. عايزين بقى بالصراحه انا اجيب من الاخر زي ما انتوا عارفين كده. التقييم ده يعتبر فن وحرفه ومهنه. فن وحرفه ومهنه، بمعنى ان اغلب المشاريع والمبادرات اللي نقول فيها لا نقيمها. لماذا؟ لان احنا، انا اتكلم عن نفسي، لا نعرف معنى كلمه تقييم، او كما يقول عليها باللغه الانجليزيه قياس الاثر اللي هو الامباكت. قياس الاثر، انا في حاجه اسمها البعر تدل على البعير ولا الاثر يدل على الاسير او المسير او حاجه زي كده. لو انتم بتتكلموا باللغه العربيه احسن مني. الاثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير. الاثر ده بقى ده يعتبر الكريمه في تنفيذ اي مشروع، وده ناس متخصصين يكونوا مستقلين عن الجمعيه، وده تخصص جديد طلع من سنه او سنتين او 3 سنين. ليه؟ لان انا بصرف مليون واثنين وخمسه وعشره، طب حصل المجتمع ايه بعد ما صرفت؟ مش عارف، لان انا لم اقيس اثر صرف هذه الاموال سواء كان في قطاع المياه او في الصحه او في التعليم او في القطاع الاقتصادي او القطاع التوعوي الى اخره. هل نقلت المجتمع من الف لب لج ولا لا؟ انا اديكم مثلا حصل معايا، يمكن انا قلت في كذا لقاء قبل كده، هو لما عملنا اللي هو اعوذ بالله مش هنجم خزانات المياه على جبال كشمير اللي هي كشمير تبع باكستان، كانت البنت خاصه البنات يعني ما بيروحوش المدرسه، وتنزل من الجبل للوادي 5 أو 6 مرات في اليوم عشان تجيب على راسها كل شويه 5 لتر ميه. يعني النزله والطلعه بتاخد لها ساعه. يعني البنت كانت بتشتغل 7 أو 8 ساعات في اليوم مفيش دراسه. خلاص؟ لما احنا بقى عملنا الخزانات دي فوق الجبال عشان تاخد الميه بتاعت المطر والميه بتاعت الينابيع اللي نازله على الجبال. اصبحت الميه على في متاح كل قريه فوق في الجبال. وده نفس الموضوع اللي عملناه في الصين في 2002 و2003. فاصبح البنت دي مش محتاجه بقى تنزل الوادي كل يوم. يبقى ممكن تروح فين يا شباب؟ تروح المدرسه تتعلم. يبقى عدد الاطفال اللي دخلوا المدرسه ازداد، يبقى ده جزء من قياس الاثر. اصبحت الام في البيت عندها وقت انها من الميه اللي بتخش لها مباشره انها تعمل اشياء اخرى غير الاكل وغير الشرب اللي بتعمله لجوزها، ممكن تعمل حاجات تتباع في السوق. يبقى اصبح للاسره في دخل اقتصادي من عمل سموسه او بكوره او كتلمه او بسبوسه زي ما احنا بنتكلم عنها في الثقافات اللي احنا بنتكلم عنها الاخرى. فما ننظر لمثل اصبح النظافه اكتر. ليه؟ لان مثلا الناس ما بتستحمى مثلا مره كل اسبوعين ثلاثه، ممكن تستحمى مره كل يومين ثلاثه، لان الميه قدامه. يعني الميه ايه؟ قدامه وقدامها الى اخره. فده اللي احنا كنا نسميه بالبادي جزء من قياس الاثر في عدد الاطفال دخلوا. يبقى انت التقييم ده مبني على قياس الاثر. التقييم مبني على قياس الاثر، وده بيكلف. لما هتجيب ناس يقيموا لك المشروع
انت عايز تحط في ميزانيه المشروع الاساسيه بند اسمه بند التقييم او بند قياس الاثر، بتجيب له ناس مستشارين مختصين يقوموا بيه. بمعنى لو كان المشروع بتاعك مثلا ب $50,000 يبقى على الاقل 5 لـ $10,000 محطوطه على قياس الاثر عشان المتبرع اللي هديك ال $50,000 دول يبقوا 55,000 دولار او 65,000 أو $60,000 عشان يشوفوا كيف صرفت ال $50,000. وده شيء مهم جدا في العمل. كيف نكسب مؤسسات؟ ده السؤال الخامس او السادس. كيف نكسب شركاء غير مسلمين؟ بتكسب شركاء غير مسلمين مثلا انا اصلي على النبي، كلكم صلوا على النبي وانتم عندكم في اماكنكم ان شاء الله، وزودوا النبي صلاه زي ما انتم عايزين. احنا من اول ما بدانا الاغاثه الاسلاميه كان مخنا مدور مش مربع بزوايا تكسر، لا مدور كده بيلف بيدور، لان احنا نشأنا في مجتمع متعدد الثقافات، متعدد الاديان، متعدد الاعراف، متعدد القيم، ومجتمع فيه حريات، ومجتمع بيحترم الناس الى اخره الى اخره الى اخره. فكان هدفنا منذ التأسيس لرؤية معينة كده. وأنا كنت بركب الطيارة في نهاية الثمانينات أو أوائل التسعينات، كنت بمسك كده خريطة العالم، شايفين خريطة العالم كده مثلاً، وأقعد أعلم على المدن اللي إحنا عايزين نشتغل فيها. مثلاً بريطانيا، فرنسا، أمريكا، هولندا، وربنا حقق الحلم ده بفضل الله سبحانه وتعالى. حبينا نخش في المجتمع الدولي، كان لنا رؤيه برضك، مش هنخش كده ولا مؤاخذه، اعوذ بالله مش هنجيب، انا اتكلم عن نفسي زي التيس يخش براسه دون ما يشوف حاجه، لا، او زي الكبش اللي بينطح، لا. دخول المجتمع الدولي ليه حيثيات وليه تكلفه، ليه حيثيات وتكلفة. بعد ما سجلت المؤسسه رسميا في عام 1989 بدانا نحضر الفعاليات اللي بتعملها الأمم المتحدة في أماكن مختلفة، أو نتواصل مع الجمعيات المحلية زي أوكسفام وكذا 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 على استحياء كده يعني إلى آخره، لسه إحنا قد كده حجمنا. فكرنا إننا نشارك في عام 1992 في كل اجتماعات الأمم المتحدة اللي كان بتعملها داخل التنسيق في زغرب في أيام قضية البوسنة. لو أنت فاكرين قضية البوسنة في 92 بدأت هناك للحرب بتاعت البوسنة 92 في الميدان، بدأنا نحضر الاجتماعات دي، وبدأنا نبعث الشباب يقعدوا يسمعوا ويقولوا احنا هنا عشان نتعلم، ودي من قاعدة اقرأ مش معناها انك تقرأ، اقرأ معناها نتعلم ونفهم ثم نهضم ثم نستقرئ ثم نستنبط ثم نحلل ثم نبرز الآراء والأفكار الحلول ثم نكون قادة ورواد. مش عيب ومش حرام ان انا اكون قائد ونفس الوقت رائد، ايه المشكلة؟ والناس مع قادة ورواد، وانا ايه؟ وانا من غير مخ، وانا من غير عقل، من غير رؤية؟ لا، انا عندي كل حاجة. انت النهاردة قائد، انا بكرة قائد، سوات يعني، ايه المشكلة؟ وبدأنا نفكر في الانضمام للأمم المتحدة في سنة 92 ونجحنا فعلا. 93 سجلنا في المجلس السعودي الاقتصادي، ده دخلك على منصة عالمية على العالم كله. قعدنا نحضر يمكن سنتين ثلاثة بس سميعة، احنا مش عارفين بيتكلموا يقولوا ايه، ساعات بيتكلموا انجليزي، لكن احنا ما عندناش الحيثيات والقدرة الثقافية والفلسفية لفهم لغة الحوار الثقافي المدني المجتمعي داخل أطر الأمم المتحدة. خدنا على الاقل، خد مني انا شخصيا مش اقل من سنتين ثلاث سنين. وباي مكان بدنا ننطلق في اماكن اخرى، بتعمله على المستوى المحلي بتاعك، بتزور الكنيسه، بتزور جمعيه اخرى، بتعمله مشروع كده بسيط ان شاء الله يكون ب $5,000 او مش عارف انتوا العمله عندكم اسمها ايه، يورو ولا غير جريفنا؟ جريفنا، جريفنا مثلا. جريفنا بيساوي قد ايه من اليورو؟ نص يورو ولا ربع يورو؟ 30 يورو 30 1 يورو 30 جريفنا 1 يورو يعني مثلا ممكن 1000 يورو، يعني مثلا 3000 جريفنا ولا 5000 ولا 10000 يا اخي. نعم
وتروح الجمعيه اللي جنبكم اللي هي بتاعه النساء اللي هم الاوكرانيات او الشباب او او الى اخره، تقول لهم احنا عندنا مشروع نعمله مع بعض، حاجات بسيطه بسيطه، ما تبداش بالحاجه الكبيره عشان ما تعذركش. وادي يعني مثلا ايه، ادي التبرع من عندنا لان احنا شايفين ان عندكم مشكله مع الاطفال، مشكله في المدرسه، انا اجيب لهم كتب. فده بيبدا طالما انت بدات بمستوى بسيط تبني مثل هذه الشراكات والفعاليات مع الجامعات الاخرى، المتبرع الغير مسلم هيبتدي يثق فيك، يحس ان انت مش متحيز، يحس ان انت مش منغلق، يحس ان انت مش عنصري، يحس ان انت ياكل. ليه؟ لان في المعايير الانسانيه يمكن هم سبعه، لو انتوا دخلتوا على الصليب الاحمر الدولي وقلتوا ما هي المعايير الانسانيه، اول حاجه اللي فيها الشفافيه، فيها المعياريه، فيها الحياديه، فيها عدم الانحياز، فيها المرجعيه، فيها العالميه او فيها الانسانيه. بالك فالحياديه وعدم التحيز ده اللي بتخليك تنفتح على كل اطياف المجتمع. كان ليها تجربه جميله جدا اثناء الحرب ما بين شمال السودان وجنوب السودان اللي بدات من الثمانينات وانتهت في 2006 الحمد لله، وبعدها يعني انفصل جنوب السودان عن شمال السودان بالاستفتاء. كنا احنا في 2003 عايزين نشتغل في الجنوب، فعملنا ايه؟ رحنا لحكومة الشمال، وقابلت انا كان وزير الخارجية الدكتور مصطفى اسماعيل ربنا يديله الصحة، كان زميلنا بيدرس بدكتوراه عندنا في بريطانيا، فقال لي دول اخواننا روح اشتغل معاهم. نزلت عند الجنوب قعدت مع اخواننا المسيحيين، قال له اهلا وسهلا بيك. فكان جزء من التعامل مع الجهتين المتصارعتين عسكريا ان احنا قلنا الاثنين هنشتغل، اشتغلنا على الحدود، فقتلنا اتتنا اموال بالملايين بعد كده، لانه كانوا محتاجين لمؤسسة إسلامية تستطيع أنها تعمل في هذه المناطق عشان كسب ثقة الشمال وكسب ثقة الجنوب. يعني هو جزء من ثقة المتبرع الغير مسلم خاصة الدولي أو الأممي أو السفارات عندكم، أنهم يروكم أنكم لا تتحيزون لفئة دون فئة أو لفصيل دون فصيل أو لثقافة دون ثقافة، ولا تخدموا المجتمع بعمومياته. ما هو دور المؤسسة الإنسانية فيما بعد إنجاز مشروع التقييم؟ دايما يا شباب لو احنا عايزين نشتغل في اي مكان في العالم، احنا مثلا انتوا في منطقة القرى مش كده، احنا عايزين نشتغل في قرية من القرى، انا مش هنزل بباراشوت على القرية دي، انا هروح للقرية دي اقول لهم انتوا عندكم ايه انتوا محتاجين له، ايه مشاكلكم اللي بنسميها اللي هو من فوق لتحت، انها دراسة الحاجة. لابد ان نصنع شيء اسمه دراسه الحاجه. دراسه الحاجه دي هيجي لك الحاجه دي من العاملين والمقيمين والمواطنين اللي في هذا المكان، لكن هم محتاجين مدرسه، محتاجين ميه، محتاجين زراعه، محتاجين تعليم، محتاجين اي حاجه، محتاجين عياده صحيه. انا مثلا كنت في بلوشستان في باكستان، ما في بلوشستان في باكستان، في بلوشستان في ايران، هي 60% من مساحة باكستان هي بلوشستان، فقط فيها 10 مليون أو 15 مليون، بقية باكستان اللي هو 40% فيهم 200 مليون، لكن مهملة 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 لأنها صحراء وبرد وحر وتراب وجفاف إلى آخره، وهي أغنى منطقة في باكستان. كان يحتاجوا الفصل دراسي يكلف 10,000 دولار، ما يعرفوش يعملوه، يحتاجوا لمضخة مية تتكلف 10 أو 12,000 دولار باللي هو اللي هو السولر، اسمه السولر اللي بتاعت الطاقة الشمسية، تعمل بالطاقة الشمسية كانش لقوها، لأن كل الناس الباكستانيين اللي عايشين في أوروبا جايين من الحتة التانية، فكل واحد فيهم بيغني على ليلاته التي خرج منها. لو كان مثلا كشمير او كان السند او كان ملتان او كان اللي هو الحته بتاعه القبائل في الشمال اللي منها بشاور الى اخره الى اخره. فطبعا احنا بنتكلم على ايه؟ دور المؤسسه، المؤسسه لابد هي تحدد الدور بناء، شوف انا بقول بناء وحافظ عليها كذا مره، بناء 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 على ايه؟ بناء على حاجه المجتمع. في القضيه السوريه احنا تعلمنا بألم وبقلة أدب أشياء كتير جدا، ياما تلطمنا في ولطمنا على وجوهنا في القضية السورية. يصحى النوم من المتبرع بعض المتبرعين في بعض الأماكن يقول لك اعمل لي كذا،
فالجمعيه تقول لنا ما بعملوش، والمجتمع مش محتاجه. فالمجتمع بيفرض على الجمعيه اللي داخل ادلب ولا دير الزور ولا الحسكه ولا كذا ولا كذا ولا حتى في غزه ثقافته هو، وهو مش فاهم حاجه. واحنا لسنا عندنا قدره ان نقول لا احنا عايزين فلوس. يعني كنت بكلم مع الجمعيات خاصه السوريه اللي موجوده في تركيا او في لبنان او في الاردن، يقولوا احنا محتاجين فلوس، هنعمل ايه؟ تعرفوا يا شباب كان بيحصل ايه؟ وده يعني تقارير كتب عنه، كان كل السلال الغذائيه اللي بتروح، يعني الصور دي جابوها لي من ادلب، تكلف مثلا 50 60 دولار. ياخدها الفقير او النازح السوري يبيعها ب 10 او 20 دولار، انا مش عايزها، مش عايز اكل. فعلشان اعمل مشروع للنازحين السوريين داخل سوريا او اللاجئين السوريين خارج سوريا، لابد ان اسالهم ماذا تريدون، او القاعده اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، اشيروا علي ايها القوم واشيروا علي الناس. ده بالنسبه للخمس او ست اسئله اللي انتم بعتوها لي، جزاكم الله خير. وانا دلوقتي يعني معاكم زي ما انتم عايزين، في اسئله اخرى ان شاء الله، توكلوا على الله وانا منتظر الاسئله بتاعتكم. اتفضل يا اخي. اتفضل. بارك الله فيك دكتور، احسن الله اليك، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلت، جزاك الله خير، لقد حلقت بنا وافكار جميله وجديده، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على عكسها في واقع عملي لدينا في فريق العمل الخيري هنا في اوكرانيا. زملائي الكرام، اذا اي احد من الزملاء لديه سؤال او مداخله فليتفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام. اخونا الدكتور وائل ابو اسماعيل، احد اعضاء الفريق العمل الخيري معنا في اوكرانيا، تفضل. استاذ هاني، جزاك الله خير اولا على المحاضره، ثانيا على الصراحه، لانه حقيقه في بعض الاحيان ينقصنا الصراحه في الكلام، وجزاك الله خير على هذا الامر، وطبعا احنا متعودين عليك دائما بهذا الامر، يعني جزاك الله خير. أهمية تقريبا آخر سؤال اللي هو التعامل مع الهيئات الغير مسلمة، أصبح حتى في الكلام اللي أنت حكيته صعب جدا الآن، لأنه يكون الحاجز الآن في الوقت الحالي، لست أدري كيف يعني، لكن الآن في الوقت الحالي يكون من الطرف الآخر هو الذي يخاف أن يتعامل معك وليس العكس. يعني زمان كنت أنت عندك مشكلة نقول ثقافية، نقول مثلا تربوية، التعامل مع الآخر لأسباب الثقافة المختلفة. الآن من بعد ما عشنا سنوات بأوروبا وإلنا سنوات، الحاجز هذا مفهوم أنه انتهى، لكن حقيقة من الصعوبة من مكان ممكن نحكي كسب الثقة، لا أدري هالكلام، هل كسب الثقة، هل إعادة، حقيقة هاي صعبة. يعني حتى كلامك الموضوعي وحكيت لنا عنه من الصعب الآن، طب كيف ممكن تجاوزه بطرق تانية، بكلام تاني، يعني أنا أقصد من خلال خبرتك أستاذ هاني، وبارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. طبعا أنا يعني بعد 11 سبتمبر غير قبل 11 سبتمبر، عشان بس نكون إحنا إيه يعني يعني واقعيين. 11 سبتمبر جت لتزيل الثقة ما بين العمل الإنساني الخيري الإسلامي والعمل الدولي، وعشان ما احنا نكون واقعيين. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا قبل 11 سبتمبر ب 16 سنة، عشان كده كان لنا تاريخ. الثقة تكسبها ازاي يا أستاذ وائل؟ بالأداء بتاعك حتى في الوقت المظلم ده، بالمصداقيه بتاعتك حتى في الوقت المظلم ده، بالتواجد بتاعك حتى في الوقت المظلم ده، بالصراحه بتاعتك حتى في الوقت المظلم ده. ده هياخد وقت، يعني هياخد جهد اكتر من الجهد اللي احنا عملناه من 25 سنه، هياخد جهد اكتر من الجهد اللي احنا عملناه في 25 سنه، ببناء التحالفات والشراكات مع الجمعيات الصغيره. يعني احنا مثلا احنا بنتكلم وعايزين نكسب ثقه المانح الكبير الدولي، وعايز يشوفك في الشارع بتاع القريه بتاعتك، انت بتشتغل مع مين؟ هل انت بتشتغل فقط مع فصيل معين، ولا انت بتشتغل مع المجتمع ككل؟ هل انت لك شراكات ولا ما لكش شراكات؟
هلا ايه علاقتك بالحكومه المحليه بتاعتك؟ ايه هو ادائك؟ ايه هي قدرتك على كتابه المشاريع؟ ممكن يكون هم واثقين فيك لكن انت بتقدم لهم مشاريع ما هيش مشروع لا يستطيعون انهم يدعموها. يعني ممكن يكون نفس المسؤول في الامم المتحده او غيره متعاطف معاك لكن انت ما عندكش القدره على كتابه المشروع وما عندكش القدره على تنفيذ المشروع بالطريقه اللي هم عايزينها بناء على المعايير بتاعتهم. فلذلك كسب الثقه ده منظومه كبيره. ايه 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 خطابك الاعلامي في الفيسبوك بتاعك ولا في الصفحه اللي بسميها الويب سايت بتاعك الصفحه بتاعتك او في او في التويتر بتاعك؟ ايه خطابك الاعلامي؟ لان الناس بتقرا. زمان يا اخ وائل كان الناس ما بتقراش، كان الناس طيبه وما كانش فيه مشاكل وما كانش فيه ارهاب وما كانش فيه اسلاموفوبيا وما كانش الحاجات دي كلها. دلوقتي كل الحاجات دي موجوده. فقبل ما بيقول انا هقول لك حاجه، انا رئيس مجلس اداره مؤسسه في مكان معين ورئيس مجلس مؤسسه اخرى في مكان تاني، والمؤسسه الالف كان بيدي فلوس مؤسسه ب، فالمؤسسه ب اندمجت مع مؤسسه ثانيه فغيرت اسمها. انا مش هديكم لان عايزين اشوفوا المؤسسه اللي انتوا اندمجتوا بيها ازاي هي مين. فده هيأخرنا ما لا يقل عن 6 أشهر عشان ما يطمئنوا ان اعضاء مجلس الاداره اللي انا منهم وانا رئيسهم، يعني المؤسسه اللي انا رئيسها هنا وانا رئيسها هنا، هو واحده منهم بتقول لي احنا عايزين نتاكد منك من معك في المؤسسه دي، لان القانون بيقول كده. القانون بيقول لك حينما تعمل مع مثل هذه المؤسسات لابد تتاكد من هم على مجلس الاداره. مش مهم ان يكون مثلا هاني بنا هو رئيس المؤسسه. الصوت خف دكتور، الصوت خف. كان حد بيتصل سامعني دلوقتي؟ اتفضل دكتور اتفضل. اخبارك؟ فبالرغم من ان انا رئيس مؤسسه المانحه ورئيس المؤسسه المصابين المال، الا ان المجلس اداره المؤسسه المانحه لا يعطيني الحق ان انا اخذ المال الا ان يتاكد واتاكد من اهداف المؤسسه الجديده رايحين لها، هل تتوافق مع النظام البلد المانحه ولا لا؟ خدت بالك يا اخوال؟ فالامر ما اصبحش سهل زي زمان. ولذلك انا وانا عارف ان كسب الثقه دي منظومه تضع نظم نستطيع ان نؤثر لها، علشان الثقه بتبدا من الشارع، بتبدا من الحاره، وبتبدا من الكنيسه، بتبدا من الجامع، وبتبدا من المختار، وبتبدا من المحافظ، وبتبدا من الايه، من المحليات. دي المجال اللي انت بتبدا بيه تكون على واقف او واقف على قاعده صلبه. طبعا. فده بنبدا بيه. اصبح صعب لكن ما قدمناش حل الا هو. بارك الله فيك. جزاك الله خير دكتور هاني. معنا مداخله من الدكتور موسى وهو احد اعضاء فريق العمل الانساني الخيري معنا في اوكرانيا. تفضل دكتور موسى. دكتور ايه؟ السلام عليكم دكتور موسى. هاني بارك الله فيكم على هذا العطاء المبدع والمعلومات القيمه، وان شاء الله في ميزان حسناتكم. مداخلتي الدكتورنا الكريم، كوننا نحن نعيش في دول أوروبية، يعني واجهتنا مش يعني بالنسبة لي أنا حرج، ولمست الحرج هذا عند بعض الإخوة، إنه في الدول الإسلامية عادي ما فيش مشكلة إحنا نساعد الناس كلها عامة بدون يعني انتقاء، ما في مشكلة. بس لما إحنا كوننا في دولة أوروبية في ناس المجتمع اللي عايشين فيه أغلب غير مسلمين، فأنا شعرت صراحة تحرج من الإخوة القائمين على العمل مساعدة غير المسلمين. أنا بنفسي شعرته، يعني ما بعرف كيف الإخوة الثانيين، بغض النظر أنه لما نطلع في الإعلام نقول إحنا نساعد الجميع وكل شيء، ولكن في مشكلة. هل هذه المشكلة ممكن التغلب عليها؟ هذا المداخلة في سؤالي. طيب. إذا السؤال أيهما أفضل، أن يكون لدي مؤسسة كبيرة جداً واتحاد ومقر ولديها أقسام متخصصة في العمل الخيري، قسم الشجرة، قسم الطبيعة، قسم النساء الأرامل، قسم إعانة الكبار السن وهكذا، أو يكون عندي مؤسسات كل مؤسسة إلها مثلاً يعني هيكل قائم بذاته، أيهما أفضل؟ بارك الله فيكم. تفضل دكتور. حاضر، مش بكتب الحاجات. طيب بالنسبه للمداخله، انا اول حاجه قلتها في كسب الثقه هي المصداقيه.
ساعات في المصداقية بنعمل ايه يا اخواننا؟ يقول احنا عندنا نساء فنجيب بعض الاخوات نحطهم كده عشان يصبر اننا عندنا نساء. عندنا شباب نجيب حبة صور المصداقية من الصور لان الناس هيتكلموا عنك. دلوقتي اللي بيمنح المال بينزل الشارع عندك وبيسأل انت بتقول انا بساعد غير المسلمين، طب انت بتساعدهم فعلا؟ يعني المصداقية جزء من النجاح. انا حاضر بمثل تاني يعني برضك او كان يعني يكون وكان واقعي ممكن يكون واقعي. خدنا من وزارة قطر او وزارة الاوقاف القطرية كان ده مثلا في 2002 او حاجة زي كده. كنا عايزين نبني مدرسة في ألبانيا وقدمنا المشروع وكان ثقة الناس فيها انها كويسة فادونا $1,000,000 للمدرسة دي. قعدنا سنة ندور على اعوذ بالله مش هجيب ارض نسجلها باسمنا احنا فما لقيناش لكن القانون لا يسمح بتسجيل للاجانب. فاحنا هنا بعد سنة ما قدمناش تقرير عن المال اللي احنا خدناه. قعدنا اجتمعنا كمجلس تنفيذي ونحن ننفذ المشروع ده نعمل ايه؟ قالوا رجع الفلوس $1,000,000 في 2002 يعني بيساوي كام دلوقتي؟ فقالوا خلاص خد الشيك وانزل قبل الوزير وادهوله. نزلت الوزير وقابلته في 2002 وقال لي اهلا وسهلا ورحب بي الى اخره الى اخره. قال لي ايه الخبر عندكم ايه اخبار المدرسه؟ قلت له ما نفذناش. فزعل قلت له ما عرفناش نسجل الارض باسمنا احنا كان ممكن نسجلها بأي واحد محلي ممكن فيهم من أيام الرجل المحلي ده ياخد الأرض والمدرسة وكل شيء باسمه ويدينا فنكوش. قلت له تفضل أدي الشيك بتاعك مش هنقدر نصرفه. قال لي أنتوا أول ناس أو أول جمعية ترجع لنا مبلغ زي كده هو في الوزارة. دي المصداقية اللي بتتكلم عنها. أنا لما هتصور مع المسيحيين ما عنديش أي حرج. انا ما يكون عندي النساء وان هم اليوم حيثيه في الجمعيه ما عنديش اي حرج. لما يكون عندي شباب فعلا بفعلهم ما عنديش اي حرج. بس انا كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كده برضك في سوره الصف ان نقول ما لا نفعل. نعم. فده خطوره. القول ما لا نفعل هو جزء من النفاق. من شيء ربنا ما بيحبوش. وبعدين في بندين في صرف اموال الزكاه حتى في صرف اموال الزكاه مش في الصدقات. اللي هو في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم. والشيخ يوسف رحمة الله عليه في الدنيا والآخرة يعني إن شاء الله ربنا يديله الصحة في الدنيا قال حتى على المؤلفة قلوبهم من لا يرجى إسلامهم لكي يؤمن عدائهم لنا. يعني مش كل لما تصرف على الناس فلوس يبقى أنت عايز تخش الإسلام. ربنا بيقول لك إنك لن تهدي من أحببت ولكن يهدي من أشاء فتكره الناس حتى يكونوا مسلمين او مؤمنين مش فاكر بس النص بتاع الايه. فما ننظر لمثل هذه الاشياء انت عايز تالف القلوب عندك بندين في داخل مال الزكاه غير الصدقات العامه فبالتالي انت ما عندكش حرك شرعي في هذا الامر. تمام. تبنيه على قاعده فقهيه في الزكاه وقاعده مجتمعيه في الصدقات والهبات المفتوحه. حتى الاموال بتاعه اللي هو بنسميها ايه اللي هي الربويه اعمل بيها اي شيء في المجتمع. يعني شوف يا اخ يا دكتور موسى حب ما تفعل لتفعل ما تحب. تعرف لو انت بتحب الخير للناس دي الناس دول هيحبوك وهيبقوا زيك. لو انت بتمثل عليهم عمرك ما هتمثل على الملائكه وعمرك ما هتمثل على ايه على ربنا سبحانه وتعالى. لا انا ولا انت ولا اي حد. لان ربنا يعلم خائنة الاعين. فاذا كان من يعلم خائنة الاعين يطلع عليها ويحس انها بمثل هيديك حته في الدنيا كده وهيسيبك بعد كده. تدليس ده اللي احنا بنعمله ساعات لا ما ينفعش. انا قابلت ناس وقفت معاهم خلاص وهقول هحطها في الصوره عندي ايه المشكله فيها؟ مش اي مشكله فيها عندي. وده بالنسبه لايه؟ للمصداقيه. بالنسبه انك تعمل مؤسسه يكون فيها كل الاقسام او كل مؤسسه متخصصه ده برضك بيجي على امكانيات وقدره الافراد. بمعنى انا في المجتمع المدني ما اقدرش اعمل لباس يسع الجميع. قد يكون انا خارج من فكر شمولي
ما أساسها لها فكر شمولي سياسي أو اقتصادي. الفكر الشمولي قد يكون معيق ليس في بعض الأحيان في كثير من الأحوان الأحيان. يعني مثلا أنا كنت في بلد معينة وقالوا لي إحنا عندنا مؤسسة أم راعية هي تعتبر مؤسسة شبه سياسية اجتماعية دعوية كذا كذا وأنشأت قطاع البر ده وعايز نمسك تعمل مكتب داخل الرئاسة يدير قطاع البر. قطاع البر ما أنشأه ده كان فيه حوالي 1000 جمعية أو 1500 جمعية على مستوى الوطن. كنت أنا واقف قاعد بتكلم في الكلام ده في وسط 50 من قيادات مكتب البر بتاعهم ده في مكان ما. قلت لهم هذا مرفوض ومن يقول هذا ولا يفهم المجتمع كيف يتعامل معه أو كيف نحن نتعامل مع المجتمع نفسنا. ليه؟ لأن ميكانيكية التنسيق ما بين 1000 مؤسسة ما تجيش على واحد متطوع قاعد في مكان. نعم. تبقى خانقة وقاتلة ومتحيزة. فأنا أترك التنسيق ده على مستوى المحافظات او على مستوى الاقاليم او على مستوى المدن او على مستوى اللي هو الايه الاحياء حتى والقرى وخلي الناس تنطلق. الشمولية جيدة ان استطعت ان تديرها. نحن رأسنا عندنا القوة حتى الامم المتحدة شوف بكل اللي عندها ده بكل المليارات بتخش لها من برنامج الغذاء العالمي المفضيعوا اللاجئين لتعطي الصحة اسمها ايه نظام الصحة العالمية للمرأة لكذا اللي بيخش لها عشرات المليارات من المال كل سنة رجالة. انشأت حاجة اسمها مجلس ادارة التنسيق للشؤون الانسانية وبردك مش قادرة تنسق ما بين كل مؤسساتها نفسها. يعني مش قادرة تنسق ما بين مؤسسات الامم المتحدة وفي داخل الامم المتحدة تنافس بغيض ومقيت على مين ياخد الفلوس الاول من المانحين. يعني كان مثلا في اليمن كنا احنا بنفكر من اسبوعين ثلاثه نعمل مؤتمر انساني للتنسيق في اليمن يجمع المؤسسات اليمنيه الوطنيه المحليه والمؤسسات بعض المانحه واخد بالك. بعد الناس ردوا عليا قالوا الامم المتحده عامله كده. قلت لهم انا بتكلم على مؤسسات وطنيه يعني محليه يعني سوريه يعني اوكرانيه يعني مصريه يعني تركيه كذا مش مؤسسات دوليه عايشه في اليمن. فرق كبير جدا من ده. فبنتكلم انت عندك القدره انا انصحك انك تعمل مؤسسه للتنسيق وليس مؤسسه لاداره كل هذه المؤسسات. قد يكون داخل مؤسسة كبيرة بعض المشاريع المهمة إن أحسنت إدارتها والإدارة هنا معضلة مش سهلة. الإدارة مش تختار الأمين تختار القوي والأمين أو القوي الأمين. وده المشكلة عندنا في إننا يكون عندنا مؤسسة ليها برامج مختلفة. يعني مثلا هقول لك حاجة هقول لكم حاجة صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حالياً أعوذ بالله من كلمة أنا أرفض رفضاً قاطعاً أن يتواصل مع الأرملة واليتيم رجل على الإطلاق. قد يكون في مكتب الرئيس راجل بيدير لكن في الميدان امرأة. أنا شخصياً لما كنت بذهب وأقعد مع 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 الأرامل عيني كانت بتزوغ. أنا بقول له الكلام ده منتهى الصراحة والحمد لله تحكمت في نفسي. مره كان في البوسنه في 95 ومره كان في سوريا في غازي عنتاب في 2016 2017 حتى مع المحجبات والمنقبات لان وجه المراه فتنه صوت المراه فتنه. وانا حتى لو كان شوف ده مع المراه المحجبه والمنقبه فما بالك لو هي مش محجبه ومنقبه. فلذلك انا حاليا اقول لا يمكن اسمح اذا كانت عندي القدره أن الذي يدخل بيت الأرملة أو خيمة الأرملة واليتيم وشاب على الإطلاق لكي لا تفتن ولا يفتن هو. بارك الله. فده من نوع من أنواع الإدارة. إحنا جبناه من نتكلم الكلام إزاي يا دكتور موسى دوت لأن إحنا عشناه لأن المرأة ليها دور وللرجل ليه دور والدور ده بيكمل ده. قد تكون المرأة هي اللي موجودة في المكتب الرئيسي
كمدير لقطاع الايتام والارامل ما عنديش مشكله، قد يكون راجل ما عنديش مشكله، لكن ان يدخل على الارمله واليتيم رجل، انا يخش رجل بس يكون مع نساء. نعم وحده لا لا. طيب لا خير شيخ دكتور موسى. نعم دكتور معنا معنا مداخله. عفوا ابو ربيع عفوا دكتور موسى عفوا الوقت يداهمنا. معنا مداخلة من إقليم غرب أوكرانيا مراد سليمانف. مداخلة من إقليم غرب أوكرانيا مراد سليمانف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة طيبة. وعندي سؤال، ما هو دور الوقف في مؤسسات العمل الخيري؟ يا سليمانف حط رأسك على 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 التليفون عشان أبوسك. حطه لا أنا بص بص أنا حافه. من غير وقف إحنا هنوقف، وللأسف إحنا أهملنا الوقف واعتمدنا على التبرعات اللي هي الوقتية والآنية. انا عايز كنت افكروا معايا زي ما يعني مش عايز كنت افكروا زي ما انا افكر بتفكر معايا، مع كل تبرع ياتيك مع كل يورو ياتيك تقول له والله بص ثاني عشانك، مع كل تبرع تقول له والله انا هاخد مثلا انتوا بتسالوا العمله المحليه بتاعتكم اسمها ايه؟ جريفنا. انا مع كل 100 جريفنا تبرع هاخد 2-3 جنيه الوقف، لان الوقف بيبني على سنين. وطبعا ده علشان مؤسستك تستمر وتبقى لابد يكون عندك اوقاف. الاوقاف بتيجي من جمع التبرعات، لو انت هتجمع تبرع الوقف فقط ما حدش هيديك فلوس، لكن لو انت عندك قضيه معينه بتقول انت في سياستك العامه يا اخوانا انا اي مشروع تعليمي هعمل له وقف، اي مشروع زراعي هعمل له وقف، اي مشروع كذا هعمل له وقف، اي مشروع غاز هعمل له وقف. فأنا بستقطع من كل التبرع 2-3 جريفنا، فاسمحوا لي ان انا اخدها عشان ابني بيها الوقف ده. ده اللي هو الايه المادي. ممكن نعمل حملات للوقف نفسه، وقف ميه، وقف تعليم، وقف ايتام، وقف اضاحي، وقف ارامل الى اخره. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو كانت علاقتي مع المجتمع اللي انا بشتغل فيه جيده ممكن رجال الاعمال اللي موجودين عندي يدوني وقفيه، يدوني شقه، دوني غرفة، دوني أرض أخدها وابتدي أستثمرها. فلابد ثقافة الوقف تبدأ مع إنشاء المؤسسة، وده شيء يعني أنا سعيد جدا إن أنت يعني سألته يا أخ مراد، ولأنه مهم جدا. والوقف ليه طبعا تخصصات غير عادية، وهو هو أحد أسباب ديمومة العمل. والوقف كان هو أول شيء الحكومات الدكتاتورية والحكومات الطاغية استولت عليه. يعني في أوقاف أنا قلت في البلاد العربية والإسلامية من 1000 سنة وأكثر، أول ما جاب بعض حكومات عسكرية دكتاتورية أخذت الأوقاف دي وجردت الناس من الأوقاف، لأن الأوقف بيديك ثبات واستقلالية. فأنا أثمن على ما تقوله، وعلى حسب ثقافة المجتمع تبتدي تجمع أموال للوقف. بارك الله فيك. معنا سؤال دكتور، سؤال أخير، هل تختلف يختلف اسلوب تجهيز وتسويق وتقديم التقارير النهائيه للمؤسسات الاوروبيه عن ما يقدم لمؤسسات في العالم الاسلامي؟ طبعا انا اقول لك استنى بس مكتب السؤال. هو كل مؤسسه دلوقتي يا اخي الفاضل بتحط لك شروطها قبل ما تديك المنحة. فانت بالتالي لما بتخش انت مثلا هتخش الامم المتحدة او مثلا مؤسسة الف ولا ب ولا ج ولا د، من الشروط دي بعض النقاط علشان تكون فيك قبل ما تحصل على المنحة، وعلشان تعملها بعد ما تحصل على المنحة، وعلشان تعملها وانت بتنفذ المنحة، وعلشان تعملها بعد ما انتهي من المنحة. الشيء اصبح عام. نعم. المؤسسات العربية أسهل لكن أصعب. أسهل معناه إيه؟ إنها ماشية بالعاطفة.
والعاطفة لا تبني دائما أو غالبا، عشان بس واحد ما إيه ما يعممش مقبلك، وهي سهلة جدا جدا جدا. لكن في بعض الأشياء هي فيها مقيتة أو مقيتة جدا جدا جدا، وخاصة المصاريف الإدارية. إذا كان عديك فلوس من غير مصاريف إدارية تقول بأمارة إيه؟ أنا حتى زوجتي لما بتيجي تطبخ لي أنا بدفع عليها مصاريف إدارية، وقتها وجهدها والجاز والكهرباء والنظافة وكذا وكذا وكذا. فالأكل لما كنا شاريه من السوق بخمسين أو مية يورو، لكن زوجتي لما في المطبخ بتشتغل كمان بعشرين ثلاثين يورو. طيب الجاز والكهرباء والحاجات دي هيجيبوا منين؟ فبعد ما أصل العربية تكون مقيتة في النقطة دي بالذات، أو ما تقول لك لا ما فيش مصاريف إدارية، أو تديك مصاريف إدارية تخليك تشحت تعرفش تنفذ المشروع. فكل الأمم المتحدة لها معايير انت بتشوفها، كل كمان خلي بالك يا اخي الفاضل، كل مشروع ليه معايير معينه تمام، وليه اوقات لتقديم التقرير علشان تاخد جزء من المنحه. ممكن انا هديك مثلا 30% في الاول، يبقى ممكن في بعض المشاريع تقول لك والله انا هديك 70% تكون عندك 30% او 80% تكون عندك 20% او 50% كنت عندك 50%. انت بالك في دي شروط قد تكون معجزه لمؤسسات صغيره أو مش معجزة المؤسسات الكبيرة. فلذلك وطبعاً بتختلف، أنا بقولك منتصر العرب بيعتمدوا على العلاقة الشخصية ودي كويسة، لكن ممكن تكون مفرقة بعد كده تختلف فيها العواطف. لكن لما يكون الشيء مكتوب ومحدد من الأول نستطيع أننا في النهاية نقعد ونحتكم لما اتفقنا عليه. تمام. سؤال آخر دكتور أعتبره الأخير بعد إذنك. أنا معك للصبح، أنا ما أوريش حاجة، أنا فاضي، أنا دلوقتي أنا عاطل عن العمل. لا حاشاك حاشاك ما شاء الله كله. سؤال يسأل أحد أعضاء فريق العمل الخيري، يقول كفريق عمل خيري في أوكرانيا كان لنا علاقات كبيرة في المؤسسات الخيرية في دول الخليج، ولكن بعض المضايقات الأخيرة التي يعني التي بدأت تمارس تجاه العمل الخيري بدأنا نتوجه إلى مؤسسات خيرية في تركيا وأوروبا، هل من نصائح تعطوها لنا في هذا المجال؟ وهل من مؤسسات ممكن تنصحون بها للانطلاقة بالعمل معهم؟ طبعا تركيا فيها مؤسسات كلها وقفية، من أكبر المؤسسات اللي عندهم في تركيا هم مؤسستين، الهلال الأحمر التركي واللي هو الإيهاها، الإيهاها بس مش عارف اسمها ايه بالانجليزي او بالعربي. نعم. لكن في مؤسسات كتير جدا في تركيا، كنت انصحكم يكون لكم ممثل او تقدروا تمثلوا مكتب في تركيا لو عندكم الامكانيه الماديه. نعم. تعملوا حاجه زي كده، هو بس الاتراك يحبوا يتعاملوا مع اتراك، جيب من الاخر يعني. بالك؟ فلو لقوا ان لكم مكتب هناك محلي في اسطنبول او في اي مكان من دول كانوا بيقوموا عليه اتراك معاكم، ممكن يجيب لكم اموال، او انتم تعملوا علاقات مع وقفيات، مؤسسات وقفيه في تركيا. دي نمره واحد. بالنسبه لاوروبا فيها مؤسسات كتير جدا. نعم. والمؤسسات دي للاسف يعني اوكرانيا مش على خريطه اوروبا. سبحان الله. اقول لك ليه؟ اتفضل. قول لي ليه؟ انا اقول سبحان الله. لان هو المؤسسات هنا اللي بيجي لها الفلوس منين؟ بيجي لها فلوس من الكوارث. ايوه. جاها من اليمن مش هيديك، اليمن قدام مش هيديك، جاها من سوريا مش هيديك. جيبها دلوقتي ان حصل في حرب مثلا في ليبيا، في نازحين وكذا، ممكن بعض الناس تبرع لليبيا. كان في قتل وكذا وكذا وكذا. جاها من السودان. جاها من تشاد، بلد فقيره، عايزه ميه وعايزه كذا، والنيجر، جاها من افغانستان، جاها من باكستان. فالتبرعات المؤسسات المسلمة اللي في أوروبا قد تكون للكوارث بالدرجة الأولى، ثم للجاليات اللي هي بتتبرع لمشاكل تحدث في بلدها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أغلب المقيمين في أوروبا من ثلاث أربع بلاد، أولهم باكستان، ثانيهم تركيا، ثالثهم بنغلاديش والهند، رابعهم فلسطين ولبنان. طبعا يعني مشكله فلسطين مشكله عامه على الكل، بالك
وبعد كده بقى في مصر وكذا 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 وكذا, وكذا, وكذا الى اخره. فتلاقي ان اغلب المؤسسات اللي موجوده مثلا في بريطانيا انا اتكلم عنها, نعم, في امريكا وكندا, لان اغلب المتبرعين هناك من القاره الهنديه, الهند, باكستان, بنغلاديش, افغانستان, ومتعاطفين جدا مع الكتله دي مهما بلغت درجه ثقافتهم. ده لو ما كانش في مشكله كبيره في فلسطين او مشكله كبيره في سوريا او مشكله كبيره في اليمن او مشكله كبيره في افريقيا. دي العقليه اللي بتتبرع بالفلوس. ودي مكره يا شباب. لنا اللي انا انصحكم بيه لو كان ده يسمح بيه في بلدكم اللي هو الاونلاين, التبرع عن طريق الانترنت. ده ممكن يجلب لكم اموال كثيره جدا من اي مكان في العالم. لو كان يسمح بتحويل الاموال ليكم وانتم تستطيعوا انكم تنتشروا على الشبكات التواصل الاجتماعي دي كلها. انا مثلا قبل رمضان ما عملتش شيء كتير, يعني قلت عايز امشي ايه لافريقيا, شاب من شاب كده حمسني, قلت انا همشي ايه لافريقيا من المكان اللي احنا بدأنا فيه من سنة 84 لغاية وسط المدينة 4 ميل حجم التبرعات. فلأن الموضوع ما كانش منظم, كنا نسمع مع يعني مبلغ كبير, يعني جمعت حوالي 13,000-14,000 جنيه ليه, ولي عملت 16,000 دولار تقريبا فأقل من 10 أيام, ما كانش فيه أي ترويج أو إلى آخره دي. فهل الحاجات دي كلها عندكم عن طريق الأونلاين أو اللي هو التبرع عن طريق الإنترنت تقدروا تجمعوا تبرعات؟ بس أنتوا تعملوا إيه؟ يكون عندكم شبكة تواصل اجتماعي قوية وتكتبوا النداء بتاعكم بالعربي وبالإنجليزي وتخففوا المشروع ابو 10,000 و20,000 دولار, تقول ممكن نعمل تبرع من 50 دولار او 60 دولار. هنا هتقابلك مشكله في تحويل الاموال نتكلم عنها دي كلها. انت عندك اللي هو الزيارات للناس دي في اوروبا, وانا قلت لك العقليه بتاعتهم, ولما الناس جم كتير جدا من دول مختلفه وحتى جم من فلسطين وكذا, فبيجوا على فلسطين الاخر. طب انا بس طلع قضية فلسطين, خرج القضايا دي كلها لأنها قضية محورية كل بيبرع لها, القضايا الأخرى ماش محورية. فإما عن طريق الأونلاين ده وكان القانون عندكم يسمح التحويلات تسمح لكم, وإما عن طريق مؤسسات أو وقفية في تركيا, ودي أقرب المؤسسات أقرب الأماكن ليكم, وإما إن أنت تبتدي بقى تعمل الزيارات بتاعتك للجمعيات دي, هتكون مكلفة الإقامة والسفر, وبعدين تقعد هنا كم يوم وكم يوم وكم يوم. أو أنت وأنت معاك, لو أنت عندك القدرة إنك تفتح مكتب مثلا في بريطانيا يجمع تبرعات, بس مشكلة أوكرانيا إنها مش على الخريطة بتاعت العمل الإنساني في العالم. سبحان الله. طيب زملائي الكرام, هل لدى أحد الأعضاء أي مداخلة أو أي استفسار من الدكتور؟ طيب دكتور هاني, اسمح لي باسم فريق العمل الخيري في أوكرانيا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان, وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قلته لنا اليوم في ميزان حسناتك. ونحن يعني كناشطين في العمل الخيري في أوكرانيا نشعر بالفخر والاعتزاز أنه بفضل الله سبحانه وتعالى أن هناك شخصيات زي حضرتك ناشطة في المجال الدولي وفي العمل الإنساني, وأنتم قدوة ليس فقط للمسلمين ولكن قدوة لأي إنسان يريد أن يمارس العمل الخيري والعمل التنموي في العالم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في عملك وفي جهدك ويجعلك دائما مفتاحا للخير إن شاء الله, وينفع بك الإنسانية جمعاء. ولا يسعنا أن نقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فإذا كان من كلمة أخيرة فهي عندك دكتورنا الكريم. طيب جزاكم الله خير. طبعا أتمنى لنا جميعا ولكم بالذات يعني خاصة النجاح والتوفيق والسداد والرشاد. شكرا. العمل الخيري رسالة ومهمة وقيمة وقامة ومنهج حياة نستطيع أن نبنيه من أجل بناء المجتمعات. العمل الخيري مش وظيفة أبدا,
اللي ياخذ العمل الخيري كوظيفه وتكسب لا جزاه الله خير او جزاه الله خير. فده مهم جدا بالنسبه لنا. العمل الخيري هو جزء من النبوه، ركن من اركان النبوه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل مجتمعي. لما جه السيده خديجه رضي الله عنها، دايما ابوي الحوار اللي حصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي اليه، قلت له ان الله لن يخزيك ابدا، فانك تقضي الضيف وتدعم الجاع وتحمل الكل وتعين على مصائب. فكان بيتكلم عن مين؟ كان بيتكلم عليكم انتم قبل ما يبقى رسول عليه الصلاه والسلام، قبل ما يوحى اليه كان بيقوم بكل الاعمال اللي انتم بتقوموا بيها، فهو جزء من النبوه وشخصيه النبوه بتاعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا ننظر للعمل الخيري. العمل الخيري تربيه للشباب وصناعة القيادات وصناعة الأجيال المستقبل ودرء المفاسد. فلذلك لما ننظر للعمل الخيري اللي احنا عايزين نبنيه ده بانه نعم نحوله الى صناعة مجتمعية. انا بس مش عايز اتجلى مرة اخرى واخش في محاضرة ثانية. انا بالنسبة لكم قاطرة ماشية، اردت ان اتي عندكم اهلا وسهلا، اتكلم معكم اهلا وسهلا، انا ما عنديش اي مشكله على الاطلاق. لان انا قلت فعلا انا ما عنديش وظيفه دلوقتي، انا راجل محال على المعاش الحمد لله وقاعد، فبستفيد بوقتي نتشرف استنى بس كي اتعلم منكم. يعني الاسئله اللي انت قلتها لي دي هي تعتبر تاج على راسي لانها علمتني ان انا اجيب عليها، وان لم استطع ان اجيب على اسئلتكم حصدي وحزرنخ وعفن. أنتم بتزيلوا العفن مني وتزيلوا الزرنخة مني. تسمى كده الزيت لما يبقى مكمكم كده ومزرنخ، وحتزيلوا الصدأ مني، فأنتم بتجلوا قلبي. فاتصلوا بي عشان أقعد شوية أقعد أحك القلب المعفن اللي بين جنباتي ده. فأوعوا تفتكروا إن أنتم عبء عليا، بالعكس أنتم مرهم. بارك الله فيك. فما تتحرجوش أبدا. بعدين لقاءات اكثر من لقاء انا ما عنديش مشكله. تمام. وقالوا الحساب بينكم وبيني يوم القيامه. الله يجزيكم ربنا يعطيكم ويعطيني جزء من اللي بعطيكم اياه. اذا دكتور هذا يعني رساله منك لفريق العمل الخيري عندنا في اوكرانيا ان لهذا اللقاء له ما بعده من لقاءات تدريب. ما بعده ما قبله ما فوقه ما تحته ما وراه ما قدامه اي حاجه. خلاص اتفقنا. اذا اتفقنا الان عندنا منسق الدورة هو يسمعك وسجل هذه النقطة عندك، وإن شاء الله تعالى ننسق للقاء قادم ربما يكون بعد أن يزيل الله هذا الوباء عندنا، أن تكون يعني دورة مشافهة أو اتصال مباشر إن شاء الله. ما في مشكلة. حياكم الله. حياكم أمر بعد الله ليكم أنتم. حياكم الله مرة أخرى إخواني زملائي الكرام، أجدد الشكر الجزيل باسمكم لدكتورنا العزيز الدكتور هاني، وأقول له جزاك الله عنا خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا يسعنا إلا نقول والعصر إلا الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشكر الجزيل مرة لك أخي الكريم الدكتور هاني، الشكر الجزيل لكم أخواني لمشاركتكم الفعالة في هذا المجال، وأرجو من الأخ المنسق الدكتور أمين أن لا ينسانا من لقاءات أخرى مع الدكتور في لقاء آخر في تطوير العمل الخيري في أوكرانيا. بارك الله فيكم. ولو أنتوا عايزين محاضرين تانيين أجيب لكم مع ذلك بس قبل ما تمشي. نعم تفضل. عايزين تخصصات مختلفة أنا عندي مجموعة من الشباب أو أخليهم يتصلوا بكم. تمام شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عشان لا تكون حكرا علي أنا. حياكم الله. بارك الله فيكم. شكرا أستاذ الكريم. جزاك الله خير. الله خير. أكرمكم الله. الله فيكم.